مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. نرحب بكم، وحقيقه يعني انا سعيد جدا اني اشوفكم كلكم كده حوالين البرنامج، وبنشاهد ونستمتع وبنسال. اهلا وسهلا بكم، وحلقه مميزه جميله من جي وقتك. اقدم لكم الضيف وارجع لكم هنتكلم عن ايه النهارده، لان ضيفنا يعني ضيفنا غالي. خلينا الاول اقدمه وارجع اقول لكم كلمتين كده. معانا الاخ عياد ظريف. اهلا وسهلا بيك اخ عياد. اهلا بحضرتك يا سي سمير. مرحب، يعني بجد انت منور المكان. ربي يباركك، ده نورك ونور الرب. ربي يخليك. يعني مش اول مره في الميديا طبعا الاخ عياد ظريف بيقول لي رقم كده، حلقات كده مش عايز اقوله، لكن ارقام كده كبيره، وبنشوفه كلنا في كل الكتاب وحاجات كده كتيره. يعني انا شخصيا بتعلم منك. ربي يباركك. بكلمك جد، ساعات بتسأل أسئلة. احنا كلنا تلاميذ يعني للرب وتلاميذ الكلمة. ربنا يباركك يا عياد. أنا وسهلا بيك. لك عياد عايزنا نستنى ربع ساعة أو تلت ساعة كده، وبعدين نبدأ التليفونات. النهاردة هتكلم عن إنجيل المسيح. طبعا في أسئلة كتيرة ما تاخدش الموضوع ده، موضوع بسيط يا عم، وده حتى توعظ كده وتخلص يعني. لا 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 لا، خلينا نتكلم، خلينا نسأل. تليفوناتكم بنرحب بيها يعني بعد ربع ساعة طبعا في الموضوع. ينفع؟ خلينا في الموضوع، ما نطلعش لك عيب بره الموضوع، وخلينا نكون كده ايه، نسأل أسئلة. يعني بجد نفسي قوي ان نكون واعيين ونسأل ونركز ونتبارك ونستفيد كلنا. ربنا يبارككم، واهلا وسهلا بكم مرة تانية. طيب نبدأ الحوار. اتفضل. في مثل كده بيقولوه يا اخ عياد، بجد صدقني، لما بنبقى بنسوق في طرق خطر، انا ما بتكلمش على مصر يعني، في طرق كده عندنا طرق كده ما عندناش يعني طرق خطر في مصر. مصر الحمد لله، لكن عندنا طرق صعبه مثلا في كندا بتاع، تلاقي الطرق كده مش ايزي يعني. فعلى طول الاقي لو مثلا ابني اللي بيسوق وانا قاعد جنبه مثلا، هم يقول لي بابا سيت بيلت بليز، شد السيت بيلت، حزام الامان، لان داخلين على منطقه صعبه. تمام تمام. طب ممكن تشد السيت بيلت. اوكي، داخلين على حاجه مسنودين على الرب. مسنودين على الرب. اتفضل. وخلينا نتفق ان احنا نكون ايه، بسطاء صراحه كده، وناخد كده. امين. نبدا. أمين. بسؤال. تفضل. ماشي. تفضل. بنتكلم عن انجيل المسيح. اتفضل. طيب انا هقرا لك ايه، وبصراحه عايزك تفهمها، عايزين نفهمها مع بعض. ماشي. أمين. موجوده في متى 26 وعدد 13. متى 26 13 وعدد 13. تمام. بيقول هنا ايه، الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها. تمام. يعني انا هنا بقى اللي بساله بقى يا اخ عياد في البدايه كده، يكرز بهذا الانجيل. اولا المسيح بيقول الكلام ده، السيد المسيح الرب يسوع المسيح بيقول هذا الكلام. تمام. وما كانش لسه في انجيل. صحيح. مش حاجه اتكتبت. صحيح. فازاي يقول لي كلمه انجيل هنا؟ ايه الانجيل اللي هيكرز بيه ده؟ تمام. بصراحه انا نفسي اعرف يقصد بيها ايه يعني. وهل كان المسيح يحمل انجيل اسمه انجيل المسيح مثلا؟ مثلا اين انجيل المسيح؟ ليه ما حدش قال لنا عنه ليه؟ تمام. طيب ممكن حضرتك تساعدني؟ تمام. اتفضل. اشكرك. حضرتك قريت من عدد 13. ايوه. ليه ما قريناش من عدد واحد؟ وانا بقول السؤال ده علشان احط قدام احبائنا المشاهدين. يعني هناك قاعده تفسيريه لكما نفهم اي جزء في اي اصحاح، علينا نقرا الاصحاح. ولا اخذ الايه بالانفصال عن القرينه. يعني حاجه اسمها القرينه. يعني. اطلاقا. اطلاقا. يعني علشان افهم ايه لازم اقرا قبل الايه وبعد الايه، سياق الكلام، موقع الآية، حاجة اسمها القرينة، الأصحاح بيتكلم عن إيه، الآية فين في الأصحاح، الأصحاح كله بيتكلم عن إيه. أي. والأصحاح في أنهي سفر، إن كان السفر ده نبوي ولا شعري ولا تاريخي، لأن طابع المجموعة الأصفار بيديني نور على الآية يقصد بها إيه. فدي قاعدة تفسيرية ينبغي أن نتمسك بها أولا. وبالتالي حضرتك قريت من عدد 13. هو عدد 13 ده بيتكلم عن أنهي حادثة؟ لما نرجع لعدد واحد نعرف أنه التآمر لقتل يسوع، احنا دخلنا في اسبوع الالام. ونعرف انه من عدد 6 المسيح ذهب الى بيت عنيا، وفي بيت عنيا هناك مريم اتت بقاروره الطيب وكسرتها على راس السيد تبارك اسمه.
وكان المشهد ده مشهد إكرام للرب قبل الصليب، في المباينة مع مشهد إهانة للرب قبل الصليب. يعني الأمة تجتمع لكي تخطط لقتله، ويهوذا يتآمر لكي يبيعه، أما مريم فأرادت أن تكرمه. فالمشهد ده مشهد إيه؟ مشهد إكرام الرب قبل الصليب. طب إيه مشهد إكرام الرب قبل الصليب؟ أن الرب في بيت عنيا، وأتت مريم بقارورة الطيب وكسرتها. وبعدين الرب هو بيعلق على هذا الفعل بعدما يهوذا ثار وقال لماذا هذا الإتلاف، وكأن الفقراء أولى بهذه الأموال، يعني أغنى من الرب. فرب قال إنها اليوم تكفيني قد حفظته. خد بال حضرتك من كلمة اليوم تكفيني. هو التكفين مرتبط بإيه؟ بالموت. إذن الموت والتكفين يقود إلى الدفن والقيامة، وهذا هو الإنجيل. فالإنجيل هو الإشارة إلى موت المسيح ودفن المسيح وقيامة المسيح. وهذا ما نادى به بولس في كورنثوس الأولى 15، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، أنه دفن، أنه قام. فالإشارة بتاع الآية ديت في متى 26 هي إشارة إلى موت المسيح وتكفين المسيح، وهذا هو موضوع الإنجيل. لذلك كما قال المسيح حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، أي إنجيل؟ ما كانش المسيح ماسك إنجيل بإيده بيقول عنه. المسيح لم يأتي لكي يكتب إنجيل، لكن جاء ليكتب عنه إنجيل. فالمسيح لم يأتي ليحمل كتاب ويقول هذا هو كتاب الله، لكن المسيح الكلمة المتجسد سيرته هي الإنجيل، فسيكتب عنه متى ومرقس ولوقا يوحنا، ويصير هذا هو الإنجيل. خبر الإنجيل موت وقيامة المسيح، هذا ما تم في هذه الجلسة في بيت عنيا. لذلك أشار المسيح أنه اليوم تكفيني قد حفظت. التكفين هو الموت. إذن موت المسيح ده خبر الإنجيل، موت وقيامة. حينما يكرز بهذا الإنجيل بعدما يموت المسيح ويقوم المسيح في كل العالم، يخبر بما فعلته تذكارا له. طيب برضو هاجي بقى أوضح بقى، يعني هطلب توضيح في حتة تانية. فضل. حضرتك بتتكلم عن أن حينما يذكر، يعني لما يكون في إنجيل بالضبط هيذكر هذا. تمام. طب ممكن تقول لي هي كلمة إنجيل يعني إيه أصلا؟ تمام. هي إنجيل مش كلمة عربية، لكن إنجيل الكلمة اليونانية التي تحمل معنى الخبر السار. فمعنى كلمة إنجيل ببساطة يعني الخبر السار، البشارة السار ببساطة. إنجيل كده يعني خبر سار، هي بشارة سارة أو خبر سار. معنى كلمة إنجيل يعني البشارة السارة أو الخبر السار. هذا معنى كلمة الإنجيل. طبعا إحنا بنطلقها أحيانا على هذا الكتاب، فنقول الكتاب ده الإنجيل، ده الإنجيل دايما نقول كده، which is good، لأنه كويس أنه كل كلمة في هذا الكتاب هي خبر سار لنا. لكن معنى كلمة إنجيل يعني الخبر الصار. الخبر الصار. طب ليه أخ عياد يعني برضو يعني هسأل سؤال بصراحة شوية، يعني لما هو الخبر الصار ما كفاية واحد يقوله لنا، يعني ليه أربعة بيقولوه؟ يعني ليه متى ومرقس ولوقا؟ طب ما هو خبر واحد يقوم بيه والباقيين يشجعوه. تمام. إيه أشكرك رأيك؟ أشكرك. إحنا اتفقنا أولا أنه المسيح لم يأتي ليحمل إنجيل، أيوة، بل يتكتب عنه، لكن ليكتب عنه إنجيل. أيوة. طيب أنا عجبتني الجملة دي، عجبتني جدا. فسيرة المسيح وعمل المسيح، يعني حياته وعمله، هما موضوع الإنجيل. طب من الذي سيكتب الإنجيل؟ الرب اختص أربعة، متى مرقس لوقا يوحنا، ليكتبوا لنا الإنجيل. بس مش هوقفك كتير، بس لما تقول حاجة حضرتك لازم أفهم، الرب اختص تمام بأربعة، اشرحها لي. أنا بالضبط هنوقف بس دلوقتي عند أربعة، براحتك. وبعد كده نركز شوية على كل واحد بيتكلم عن المسيح من أنهي زاوية. كلام. احنا عارفين أن العهد الجديد وكلمة العهد الجديد يعني أصفار ما بعد مجيء المسيح. هاي. لأن عندنا أصفار العهد القديم، أصفار ما قبل مجيء المسيح. العهد الجديد ينقسم إلى ثلاث أقسام، عندي ماضي حاضر مستقبل. الماضي صنع الخلاص ونشره، الحاضر تعليم الخلاص، المستقبل نتائج الخلاص. ماضي الخلاص اللي هو صنعه ونشره في الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال، وده اهتم في الماضي، فصنع الخلاص، المسيح مات على الصليب وبشر به في سفر الأعمال وانتشرت البشارة وتأسست الكنيسة. أنتقل إلى الحاضر، 21 رسالة اسمهم تعليم الخلاص، 21 رسالة، القسم الثاني من العهد الجديد. القسم الثالث اسمه نتائج الخلاص، ده سفر الرؤيا، ما أنتجه الخلاص في الأبدية للمؤمنين. أرجع للقسم الأول الماضي. الرب اختص متى مرقس لوقا يوحنا أربعة لكي يكتبوا عن شخص واحد. هو إنجيل ولا أربعة أناجيل؟ هو إنجيل واحد، لأن ما كتبه متى كتبه مرقس، كتبه لوقا
كتبه يوحنا، تقول لي انت حيرتنا، اقول لك لا، ما احنا لازم نعرف ما معنى كلمات الانجيل. البشاره الساره ومحتوى الانجيل ان المسيح مات ودفن وقام كما جاء في الكتب. فمتى تكلم عن موت ودفن وقيامه المسيح، مرقس تكلم عن موت ودفن وقيامه المسيح، لوقا تكلم عن موت ودفن وقيامه المسيح، يوحنا تكلم عن موت ودفن وقيامه المسيح، والاربعه تكلموا عن ذات المحتوى، فالانجيل واحد. لكن ليه كتبوه اربعه؟ علشان كل واحد هيقدم لنا المسيح من زاوية. فمتى سيقدم لنا المسيح الملك وريث العرش، يعطيه السيد الرب كرسي داود أبيه، وسيكتب لليهود. مرقس سيكتب عن المسيح باعتباره النبي اللي جاي علشان يقول من هو الله في ذاته، أو يقول عنه أن هو العبد اللي جاي لا لكي يخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، وهيقدمه للرومان. لكن لوقا هيكتب عن المسيح باعتباره ابن الإنسان الكامل أو الكاهن العظيم، وهيقدمه لليونان اللي هما بيحب الروايات، فكتب لوقا إنجيله في هيئة رواية. أما يوحنا فسيكتب عن المسيح باعتباره الكلمة المتجسد الله الأزلي الأبدي، وسيقدمه إلى كل العالم. عارف زي إيه يا سي سمير؟ أنا هروح استوديو عشان أخد صورة ليا، وبعدين أقول للكاميرا مان، أقول له من فضلك خد لي لقطه وانا واقف، ايوه، وانا قاعد، وانا ورايا برج ايفل، وانا ورايا نياجرا فولز، ايوه، يعني انا ذات الشخص، بس اخذني في اوضاع مختلفه. فمتى صور المسيح من وضع، مرقس صوره من وضع ثاني، لوقا صوره من وضع ثالث، يوحنا من وضع رابع، الشخص هو واحد، الانجيل هو واحد. متى صوره كالملك، مرقس صوره كالعبد، لوقا صوره كابن الانسان الكامل او الكاهن، يوحنا صوره كابن الله الظاهر في الجسد. ولو فهمنا التقسيمه ديت هنفهم محتويات كل انجيل. ليه الانجيل ده يذكر الالقاب ديت للمسيح ويتجاهل الاخرى؟ ليه الانجيل ده يذكر المعجزات دي للمسيح ويتجاهل الاخرى؟ لان كل انجيل له خط وصوره عن شخص متخصص المسيح. في حته متخصص في حته. طيب معلش يا اخ عيان، طب هم اجتمعوا مع بعض، عملوا كده اجتماع وقعدوا مع بعضيهم متى مرسل لوحة وقالوا نعمل كده اطلاقا؟ هم جت ازاي يعني؟ بطرس يقول لنا كيف كتب اناس الله. يقول لك لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يعني ده بالروح القدس، قيادة إلهية تامة، قيادة بالروح القدس طبعا. يعني في أجزاء من ضمن قراءات الأناجيل يقول لك فشعر يسوع بما يفكرون فيه، والقراية دي العدد ده مثلا لما يقول لك مثلا في متى 9 لما كان بيشفي المفلوج، والفريسين بيقولوا كيف يقول هذا أغفر الخطايا، ليس أحد يغفر الخطايا إلا الله، فعلم يسوع أفكارهم. خد بالك دول قالوا في جواهم، والمسيح علم أفكارهم، والروح القدس كشف اللي جوه دول واللي جوه المسيح. لو واحد واقف علشان يسجل الحادثة دي، كيف سيدخل إلى أعماق الفريسيين ليعرف ماذا يفكرون، ويدخل إلى أعماق المسيح ويعرف كيف علم أفكارهم؟ إلا أن الكاتب هو شخص الروح القدس اللي يقول عنه في كورنثوس الأولى 2 الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فالكاتب ليس متى في ذاته لكن مسوقا من الروح القدس. وهكذا مع مرقس ولوقا ويوحنا. يعني إذن الروح القدس هو الأرشد يعني. تمام، يعني خلينا أقول أن عملية الوحي تمت بجزئيتين. جزئية إشراق الإعلان الإلهي على ذهن الكاتب، ثم استخدام المخزون اللفظي للكاتب ليسجل الأحداث. يعني متى إن كان معاصرا للأحداث كان ممكن الروح القدس يخليه ينتقي بعض المواقف ويسجلها، لم يسجل متى كل مواقف حياة المسيح. لكن تحت سيطرة الروح القدس أخذ مواقف وتجاهل مواقف. عندما أخذ مواقف وتجاهل مواقف ليس من ذاته لكن بقيادة الروح القدس، وشرحه مع يوحنا، يوحنا كاتب الإنجيل. فأنا عندي 2 من شهود عيان على معجزات المسيح، كان متى ويوحنا. لوقا ما كانش موجود، مرقس ما كانش موجود، لكن أيضا بقيادة الروح القدس وصلت لهم المعلومات وسجلوا تحت إدارة الروح القدس ما يخدم غرض الإنجيل. فمرقس وهو لم يشاهد أحداث المسيح سجل ما يخدم غرض الإنجيل، أن المسيح سيكون هو العبد فكتب عنه كالعبد، وهكذا مع لوقا. فالكتابة إعلان الله يصل إلى ذهن الكاتب علشان يكتبوا على الرقوق بقى اسمه الوحي. كورنثوس الأولى 2 يقول لنا إن إشراق نور الله على الذهن أعلنه لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. وعشان كده بيقول لك
قارنين الروحيات بالروحيات، موصلين الإعلانات الإلهية إلى هذه الأقوال بطريقة الروح القدس، فالإعلان وصل إلى الذهن والذهن تحول إلى وحي، مسوقين من الروح القدس. يعني مسوقين من الروح القدس. طيب معلش خليني برضو أسأل سؤال تاني. اتفضل. يعني كررت لي كلمة الكتاب 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 موحى كله، أنا سامع شوية. تمام. طب معلش هو الكتاب مع حضرتك، وعلى فكرة معايا واحد أنا بس ما جبتوش، يعني الكتاب مع حضرتك، يعني أعرف إن كل نبي كل رسول كل واحد بيبقى معاه كتاب أنزل. تمام. صح كده؟ تمام. هو ده أنزل برضو؟ يعني كل واحد معاه كتاب، ده فكر شائع عند الناس. كل نبي لديه كتاب، فكر شائع عند الناس. أما تعليم الكتاب المقدس اسمه كل الكتاب هو موحى به من الله. كيف وصل إلينا الكتاب؟ وصل بالتدريج. يعني وصل بالتدريج، يعني الأصفار الخمسة الرب اداها لموسى، لكن بعد كده يجي لسفر يشوع، بعد كده يجي للقضاء، فكل كاتب أخذ من الرب ما يكمل الآخر، مع إن كل جزئية من ديت يتقال عنها الكتاب. فالأصفار الخمسة في سفر الخروج الرب يقول لموسى في خروج 17 اكتب هذا في كتاب وضعه في التابوت. يعني اللي أنا بقول لك عليه حطه في كتاب، اكتب هذا في كتاب، لغاية ما توصل لسفر الرؤيا يقول لك إيه؟ يقول لك كل نبوة الكتاب، من يزيد على هذه يزيد على الله عليها الضربات، من يحذفها يحذف اسمه من سفر الحياة. لما بولس يقول لنا كل الكتاب هو موحى به من الله، فهذا هو الكتاب. موسى مع اللي بعديه تكلموا عن شخص واحد وموضوع واحد، هو شخص المسيح. فأنا ما عنديش كتب، أنا عندي كتاب. فموسى تكلم عن المسيح وعمله، يجي بعديه صموئيل يتكلم عن المسيح وعمله، يجي بعديه المزامير تتكلم عن المسيح وعمله. أوضح لك بدليل. إيه رأيك بعدما انتهى العهد القديم وبعد ما المسيح مات وقام، مشى مع تلميذي عمواس ولقاهم متلخبطين، فتعال انت وهو متلخبطين ليه؟ هو اللي تم فيا مش مكتوب في كل العهد القديم؟ ازاي؟ يقول فشرح لهم الامور المختصه به في جميع الكتب. كلمه كتب يعني الاسفار، مبتدئا من موسى والمزامير والانبياء، يوضح لهما الامور المختصه به ويوضح لهما انه كان ينبغي ان يتالم ويدخل الى مجده. يعني عايز تقنعني إن موسى والأنبياء والمزامير يعني 39 سفر كلها تتكلم عن موت المسيح وقيامة المسيح، هو ده الموضوع. فكل واحد بنى على اللي قبليه ليخدم هذه الفكرة. ما عندناش كتب مختلفة، يعني مفيش حاجة اسمها يعني جه متى وحد ادهوله كلمة كلمة إطلاقا، مفيش كده إطلاقا. يعني يعني تسجل بالطريقة. قال لنا بطرس تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. طيب أنا عندي برضه سؤال تاني. انا بستغرب يا اخ عياد بجد، هم اربعه ليه؟ هم ليه اربعه؟ صحيح. ليه ما عندناش سبع اناجيل ولا سيما عندنا؟ يعني بطرس بدل ما يكتب له ثلاث رسائل كان كتب لنا انجيل، يعني وانجيل بطرس وكده. بس هي التليفونات بدات ان عادت ربع ساعه، تمام، فهناخد تليفونين نرجع ولازم تجاوبني على ليه اربعه. ليه اربعه مش خمسه او ست؟ ليه فضل. لا سبعة كان كمان يبقى أشيك، يبقى رقم الكمان. متهيألي كده يعني ناخد أول تليفون. ألو. أيوة خرمون اتفضل. أهلا وسهلا بيك يا خرمون، أهلا بحضرتك. أهلا لحضرتك وسلام للأسيس عياد ضريب. أهلا بحضرتك ولبرنامجكم الكريم كل القائمين عليه. أهلا ربي يبارك. وسلام لقناة الكرمة الرائعة اللي بتجيب كمان برنامج كل الكتاب. انا متابع جيد لبرنامج الاسيس عياد. برنامج كل كتاب برنامج رائع جدا، نشكر ربنا. وتفسيري رائع، وانا بركه كبيره ليا يعني. ربي يباركك في تحضيري وفي دراستي، بركه كبيره ليا. ربي يباركك ويعطيكم نعمه يعني في اعلان الحق يعني. ربي يبارك. انا كان عندي مداخله. انا شايف من وجهه نظري ان كمان الاناجيل مكتوبه بشكل في نقدي او شكل في دفاعيات، مكتوب بشكل دفاعي. يعني لوقا قال انه اذ اخذ كثيرين بتاليف قصه، فهو كتب من جهه الامور المتيقنه عندنا. يعني معظم الانجيل مكتوب كده، وكمان معظم الرسل كانوا بيحذروا من التعليم الخاطئه ومن الانبياء الكذبه، وحتى ان في سفر الرؤيا في الاخر
بيقول من يحذف من أقوال هذا السفر يحذف الرب نصيبه من سفر. يعني الموضوع مش بس انه يبقى تعليم خاطئة او حد بيطلع يقول كلام تاني بحسب اهوائه الشخصية، لكن الموضوع خطير جدا انه الرب بيفقد الامر ده جدا لدرجة انه هو ممكن يحذف نصيب هذا المعلم الكاذب من سفر الحياة لانه زاد على كلام الرب. وعايز اقول ان كلمة الرب عظيمة جدا وهي سبب رجاء لينا ولكل البشرية، يعني هي الرجاء الأكيد لينا ولكل البشرية. كلمة الرب السماء والأرض تزول، الرب يسوع على السماء والأرض تزول، لكن كلمة واحدة من وحرف واحد من كلامي لا يزول. ايوه ربنا يباركك يا خرمون، يعني تعليق جميل وربنا يباركك لاجل مداخلتك. ناخد الاخ صموئيل، اتفضل. ايوه اخ صموئيل اتفضل. مساء الخير ومساء الخير على كل المقيمين وعلى قناه الكرمه وعلى اهلا بيك. يعني حاجه جميله بجد اللي بتعملوها، ويعني كلمه الله يعني سند وسلامه لكل البشريه كلها. امين. اتفضل. انا عاوز اسال حضرتك سؤال بس. ايوه. هل التجربه دي من عند الله ولا التجربه دي من البشر؟ أني تجربة؟ أني تجربة؟ كورونا دي. كورونا. طب ولمدى لغاية انت حضرتك هنفضل في الدين جديد؟ سؤالك وجيه جدا يا اخ صموئيل، سؤالك رائع جدا. بس انا هاخد كده الاخ عياد بره الموضوع، معلش هنرد عليه في دقيقة. بس هو قال لك هرد عليك في دقيقة، خلاص يبقى بما انه هو قال كده فنسمع برضه رد الاخ عياد. حاضر خليك معانا للاخر والاخ عياد يرد على سؤالك. اهلا وسهلا بيك اخ صموئيل، اهلا بيك. طيب نرجع ترد على الاخ صموئيل. نقول في دقيقه. اتفضل. اول حاجه بس على كلام الاخ ريمون اللي اتصل من شويه، نعم الكتاب كله مش بس الاربع اناجيل، كل الكتاب هو دفاعي لاثبات من هو المسيح وعمل المسيح. طبعا حتى ان اخر انجيل يوحنا يقول وايات اخر كثيره صنع يسوع لو كتبت واحده، اما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع هو ابن الله. فكان يوحنا يفند بدعه ان المسيح ليس هو الله، فأثبت بإنجيله أن المسيح هو الله. كان يثبت لاهوت المسيح في إنجيل يوحنا، ويثبت ناسوت وكمان ناسوت المسيح في رسالة يوحنا الرسول الأولى. فكل كتابات الكتاب هي دفاعيات ضد الأكاذيب والهرطقات. إذا مش بس العهد الجديد يعني. طبعا. بالنسبة لسؤال الأخ الحبيب، خلينا نقول أخونا صموئيل، أقرأ الأحداث دائما الله عايز يقول لي إيه. يعني الشيطان أراد أن يعبث بحياة أيوب، لكن تحت أمر الرب، ما كانش ينفع يقرب من أيوب إلا لما يستأذن الرب ويأخذ السماح من الرب. والرب سمح أن الشيطان يذهب لأيوب بما أراده، علشان في الآخر يخرج من أيوب اعترافا شفهيا في الآخر أن أرفض وأندم في التراب والرماد بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني، ويقوده إلى إنكار بر الذات والتشبث بالله. خلينا أقول أنه الله وإن كان ليس هو مصدر الضيق والألم في العالم، لكن بيجمع كل شيء تحت إدارته، ياخد كوارث بشرية وياخد كوارث طبيعية وياخد غضب الشيطان على الإنسان وياخد غضب الإنسان على الإنسان، ويعمل منه خلطة عشان يقودني إلى التوبة. ربما يكون هذا الصوت إنذار للعالم قبل انتهاء الزمان عشان الناس تتوب، ربما إنذار للمؤمنين اللي كانوا نايمين ونعسانين، ربما إنذار للعالم الغربي المتمدن اللي انصرف عن الله وترك الإنجيل وترك الإيمان، ربما انظر للمؤمنين اللي بدأوا يدخلوا في حالة من التراخي والنوم والكسل. الله يتكلم بكل الأحداث وإن كان ليس هو المصدر المباشر للألم والمرض. جميل جدا، إجابة هي فعلا في دقيقة بس خلاصة يعني. طيب نرجع للرقم 4. ليه هم 4؟ ليه 4؟ احنا عايزين نربط الكتاب ببعضه. واحنا ما عندناش كتاب قديم وكتاب جديد، لكن كل الكتاب هو بس عندك عهد قديم وجديد. بالظبط، احنا قلنا ما هو العهد القديم كتابات ما قبل مجيء المسيح، العهد الجديد كتابات ما بعد مجيء المسيح. اذا ما عندناش انجيل ما عندناش كتابين، كتاب. ما هو بولس هو كتاب واحد. بولس يعني قال عنه في الاخر ايه؟ كل الكتاب هو موحى به من الله. ما عندناش كتابين هو يعني. الكتاب الكتاب يقول كما قال بولس، الكتاب يقول او ماذا يقول الكتاب. خليني ارجع لموضوع 4 ده. 4 احنا قلنا الاربع اناجيل او الاربع بشائر
يتكلمون عن شخص واحد وموضوع واحد. خليني أقول المصطلح الأدق، الإنجيل كما كتبه متى، الإنجيل كما كتبه مرقس، كما كتبه لوقا، كما كتبه يوحنا، هو إنجيل لكن هي بشارة واحدة. البشارة بحسب متى، بحسب مرقس، بحسب بشارة، بشارة واحدة. طب ليه أربعة؟ ليه أربعة؟ لأنه هنرجع تاني للعهد القديم ونشوف أربعة في واحد. إيه أربعة في واحد؟ مثلا لو رجعت للجنة، الجنة كان عندي رؤوس أنهار بيخرجوا ويعملوا لي نهر واحد في الجنة، وسمى لي الأربع أنهار دول، أربع رؤوس الأنهار، سمى لي واحد اسمه فيشون، والتاني جيحون، والتالت حداقل، والرابع الفرات. وغريب أن يقولك الأربعة يعملوا نهر واحد. أربعة في واحد؟ آه أربعة في واحد. لما أعرف أن فيشون يقولك حيث الذهب، أنا لو طلعت الكتاب في تكوين واحد بس عشان وقت الحلقة أنصح المشاهد يرجع لتكوين واحد، يقولك نهر فيشون حيث الذهب، وحداقل الجاري إلى كوش، واجحون الجاري إلى كوش، وحداقل الجاري إلى شرقي أشور. أي. لأن كل اسم من دول يتماشى مع إنجيل من الأناجيل الأربعة. فزي ما عندي أربع رؤوس بيعملوا لي نهر واحد، أنا عندي أربع أناجيل يتكلموا عن ذات الشخص، الشخص الواحد، وهو شخص المسيح. يكفيني أخذ بس حاجتين، فيشون حيث الذهب، الذهب إنجيل متى، المسيح الملك، الفرات، الفرات حيث العمق والغزارة، إنجيل يوحنا، الأزل الأبدي، الكلمة المتجسد. أربع أنهار يعملوا نهر واحد، أربع أناجيل يتكلموا عن شخص واحد، لأن المسيح هو موضوع النبوة، شهادة يسوع هي روح النبوة. ده مثال. لو رحت لخروج 30، الرب أوصى موسى إن هو يعمل حاجة اسمها البخور العطر اللي هيتقدم في خيمة الاجتماع، وقال له أربع مكونات ينطحنوا مع بعض ويعملوا بخور عطر. قال له إيه؟ قال له تجيب ميعة، أصفار، قنة، لبان عطر، وتخلطهم على بعض، تسحقهم على بعض ويعملوا لك بخور. لما نيجي ندرس خيمة الاجتماع نعرف أن البخور ده إنما يتكلم عن كمالات شخص المسيح، اللي احنا وإحنا بنصلي في اسم المسيح الله يقبل ذبايحنا الروحية في اسم المسيح. فالمسيح هو البخور العطر. أربع مواد يعملوا بخور واحد، أربع أناجيل يتكلموا عن شخص واحد، أربع أنهار يعملوا نهر واحد. أروح تاني لخيمة الاجتماع، الحجاب، الحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس. أروح لعبرانيين 10 واربطها بسفر الخروج، ألاقي بولس يقول إن الحجاب ده هو جسد المسيح. الحجاب أي جسده، يعني يتكلم عن شخص المسيح. الحجاب كان فيه كم لون؟ أربعة ألوان. يتكلم عن الإسمنجوني، يتكلم عن الأرجوان، يتكلم عن القرمز، يتكلم عن البوص المبروم اللي هو الكتان. وكل واحدة من دول بتاخدني لإنجيل من الأناجيل الأربعة. فالأرجوان بيتكلم عن الملك، إنجيل متى. الإسمنجوني بيتكلم عن السماوي، إنجيل يوحنا، المسيح ابنه المسيح هو الكلمة المتجسد. القرمز بيتكلم عن الدم وموت المسيح على الصليب، ذبيحة الإثم، ذبيحة الخطية، إنجيل مرقس. دي أربعات كلها، يعني لو هنألف الكتاب دي يعني كلها أربعات. فإذا أربعة ده بقى في هدف من إنهم أربعة، مش اعتباطا، مش كده يعني. زائد إن أربعة ده العالم، اتجاهات العالم الأربعة، الشمال والجنوب والشرق والغرب، كأن الإنجيل سيذهب إلى كل العالم حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم. إذن الإنجيل سيكرز به في كل العالم. أربعة هيكتبوا الإنجيل لكل فئات العالم، متى يكتب لليهود، مرقس يكتب لليونان، لوقا يكتب للرومان، يوحنا يكتب لكل العالم. المسيح هو موضوع الإنجيل من العهد القديم والعهد الجديد. طب حلو قوي. طب يعني عايز بس أقرا لك شوية آيات كده، اتفضل، وعايزك تقول لي حضرتك ايه اللي يعني ازاي افهمه. اتفضل. لان بصراحه نفسي افهمه يعني. ففي مثلا ايه موجوده في روميا 1:16، انا مش هقرا الايه كلها عشان ايه، عشان وقتك، انا عايزك تاخد انت كل وقت تبقى تقرا حضرتك كامله يعني. يعني مثلا يقول لي لاني لست استحي بانجيل المسيح. تمام، يبقى هنا عندنا ايه يا انجيل المسيح، ما نختلفش. تمام، عندنا انجيل المسيح. ماشي. نيجي في تاني شاهد في روميا 1:1 نسمع يقول لك بولس عبد يسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله. يبقى انا في انجيل ايه؟ انجيل المسيح وانجيل الله. ادينا بقينا اتنين اهو، بقى عندنا مشكله. لا خد التالت بقى. لا عندنا مشكله فعلا. في عندنا في الشاهد التالت يا اخ عياد اللي هو روميا 2:16. تمام، يعني يقول لك ايه؟ في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب انجيلي. انجيل بولس. ايه ده؟ انجيلي. فانت عندك دلوقتي انجيل المسيح، وعندك انجيل الله، وعندك انجيل بولس. ما عايزين نتفق على واحد ونرتاح. صحيح. يعني فينا في ايه يعني؟ احنا كان عندنا اربعه وبنقول هم اربعه. انا عارف
دلوقتي بقينا ثلاثة. تمام. حلها لي طيب يا أخ. طيب هتتضايق لو أضفت كمان، حضرتك قلت لي ثلاثة، نضيف أربعة تاني؟ تاني؟ أربعة تاني. مش نحل الثلاثة دول؟ يعني هنقول السبعة دول وبعد كده نقف عند كل واحدة ونقول دي بس حلها يعني. بس مبدئيا عايزين نتفق على إنه كلمة إنجيل المسيح. آه. طبعا احنا وضحناها من شويه، المسيح لم ياتي لكي يكتب انجيل لكن ليكتب عنه انجيل، فهو موضوع أيوة. الانجيل أيوة. تمام. شهاده يسوع هي روح النبوه. أيوة. حضرتك اشرت الى روميا 1:16 لاني لست اساحب انجيل المسيح، وروميا 1:1 انجيل الله. انا هضيف شويه حاجات. روميا 1:1 انجيل الله، لكن كمان روميا 1:16 انجيل المسيح، عندي سفر الاعمال اصحاح 20 انجيل النعمه، إنجيل النعمة لما قال عنه بولس لأني حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة، اللي هو إنجيل ببشارة نعمة الله. بقى عندي حاجة اسمها إنجيل النعمة، عندي حاجة اسمها إنجيل الخلاص اللي هو بيقول عنه بولس حزين أرجوكم باستعداد إنجيل الخلاص، دي في أفسس 6. عندي حاجة اسمها إنجيل لا أفسس 1 إنجيل الخلاص، أفسس 6 إنجيل السلام، حزين أرجوكم باستعداد إنجيل السلام. عندي بعد كده انجيل مجد الله، ودي جايه في روميا في تيموثاوس الاولى 1:11 حسب انجيل مجد الله. وعندي بعد كده انجيل بولس اللي حضرتك اشرت اليه في روميا 2، يعني عندي 7: انجيل الله، انجيل المسيح، انجيل النعمه، انجيل الخلاص، انجيل السلام، انجيل المجد، مجد الله، انجيل بولس. هو انجيل ولا 7؟ ده فعلا 7 كده. عايزين بقى نقول حاجه، هو انجيل واحد. احنا قلنا الاربع بشيرين كتبوا عن شخص واحد، والسبع مسميات ديت عن شخص، عن انجيل واحد، بس وهو بيشير الى كل واحده بيشير الى جزئيه في الانجيل. فلما يقول انجيل الله اي ان مصدره الله. كيف وصل الينا الانجيل؟ من الله. كيف وصل الينا؟ تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى مصدره مين؟ هو الله. اول ما يقول انجيل الله يعني بيتكلم عن مصدره. مصدر. يعني أول ما يقول إنجيل الله ده يقصد بيها المصدر. هو الكتاب ده بتاع مين؟ الله. مش بنقول عليه كتاب الله؟ يعني جاي من عند مين؟ من عند ربنا. يبقى لما يقول إنجيل الله أي مصدره الله، هذا جاءنا من عند الله. تمام؟ لما يقول إنجيل المسيح أو إنجيل ابن الله، ما هو موضوع الإنجيل؟ فالمسيح هو موضوع الإنجيل. يبقى لما يقول إنجيل الله يعني مصدره الله، لما يقول إنجيل المسيح يعني موضوعه المسيح. المسيح هو شهادة النبوة كلها، شهادة المسيح هي روح النبوة. يعني إذا طلعت المسيح من الإنجيل ما بقاش عندي إنجيل، إذا طلعت المسيح وعمله من 66 سفر ما بقاش عندي كتاب، لأن الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها كلها تدور حول شخص المسيح وعمل المسيح على الصليب في 66 سفر. يبقى لما يقول إنجيل الله يشير إلى مصدره، لما يقول إنجيل ابن الله أو إنجيل المسيح يشير إلى موضوعه هو شخص المسيح. لما يقول إنجيل النعمة يتكلم عن أساسه، وصل إلينا الإنجيل بالنعمة. أيوة. فلولا النعمة ما كان المسيح سيصل إلينا وما كنا نحن سنصل إليه. طابع الإنجيل اسمه إيه؟ اسمه النعمة. ليه قال عنه النعمة؟ لأن طابع العهد القديم اسمه الناموس. أيوة. هناك فارق بين الناموس والنعمة. فالناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. لما يقول إنجيل الخلاص يتكلم عن مفعوله، فهو الإنجيل الذي يخلص. يعني كيف يخلص البشر، كيف يخلص الخطاة إلا بالكرازة بالإنجيل، توبوا وآمنوا بالإنجيل. فلما يقول عنه إنجيل الخلاص يتكلم عن مفعوله. يبقى قلنا إنجيل الله، الله مصدره. إنجيل المسيح، المسيح موضوعه. إنجيل النعمة، النعمة هي أساسه. إنجيل الخلاص، الخلاص هو مفعوله، يعني الإنجيل يخلص. إنجيل السلام هو الذي ينتج السلام. هناك كتب تقود إلى القتل وسفك الدماء، أما الإنجيل عندما يدخل إلى القلب، البشارة السارة عندما تدخل إلى القلب، تهلل السجان هو وجميع بيته إذ كان قد آمن بالله. نتيجة قبول الإنجيل هو السلام. لما يقول عنه إنجيل مجد الله يتكلم عن الغرض النهائي. يعني انت لما جيت بشرتني بالانجيل وانا خاطي، قلت لي ايه؟ قلت لي ايه بالمسيح عشان تتغفر خطاياك بس كده، ولا قلت لي لما هتتغفر خطاياك هتروح المجد؟ فالانجيل يقود ايضا الى المجد، يبقى غرضه النهائي المجد. اما اخر حاجه انجيل بولس، ده مش معناه ان بولس ماسك كتابه ويقول ده انجيلي زي مرقس ومتى ولوقا ويوحنا، لكن الانجيل الذي بشر به بولس، هو بولس بشر بالانجيل كل رسائل بولس
وكل رحلات بولس التبشيرية تكلم عن المسيح وإياه مصلوبا. خلينا أوضحها وأقول كورنثوس الأولى 15 تشرح لنا الإنجيل عدد 1 و2 و3. بولس يقول إيه؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هذا هو الإنجيل الذي بشرتكم به. فالإنجيل الذي بشر به بولس موت ودفن وقيامة المسيح. عشان كده اسمه إنجيل مين؟ إنجيل بولس. سهلين السبعة دول؟ أتمنى يكونوا سهلين لأحبائنا المشاهدين. إنجيل الله، الله مصدره. إنجيل المسيح، المسيح موضوعه. إنجيل النعمة، النعمة أساسه. إنجيل الخلاص، الخلاص هو نتيجته. إنجيل السلام، السلام هو مفعوله في القلب، مفعول الإنجيل في القلب. إنجيل مجد الله، الإنجيل يؤدي إلى المجد في الغرض النهائي. إنجيل بولس، بولس بشر بيه. طيب هو في تليفونين من إنجلترا والأردن وكده لازم ناخدهم، لكن بعد ما ناخد الثلاث تليفونات دول حينفسي قوي. أنت بتقولين إنجيل يعني بشارة، وما اختلفناش، أمين، معنى كلمة إنجيل يعني بشارة. وقلت لي عن كل إنجيل هنا إنجيل الله ومصدره الله، يعني مش عايز أعيدهم تاني عشان وقتك، يعني مهم. يعني قلتهن حضرتك ده، ما هو العلاقة بينه؟ أو خلينا ما بلاش اللغة العربية، أنا راجل بسيط على قد حالي، أقولهم لك إيه العلاقة بين التوضيح اللي وضحتهن حضرتك وكلمة بشارة. هل في توضيح أنا يعني ولا مرة الإنجيل بمعنى ومرة هو معنى بشارة؟ برضو أنا متلخبط شوي. أخذ كم تليفون وتريحني. أمين. ناخد أخت فريال من إنجلترا، أنا سلام بيكي. تفضلي أخت فريال، تفضلي. أهلا بيكي أخت فريال، تفضلي. أهلا بيك. ربي يبارك. هو سمعك. ربي باركك. أشكر الرب على برنامج كل الكتاب. أشكر الرب عليك على الخدام الأمناء الأفاضل اللي يكونون معاك في برنامج كل الكتاب. الرب يباركك. ربي يبارك. أخي سمير، إنه الإنجيل هي علاقة حب. علاقة حب بين الرب يسوع المسيح وكل الناس بين الإنسان. والإنجيل المقدس، الكتاب المقدس اللي هو يفيد الإنسان، مستحيل أي كتاب مثل الكتاب المقدس يفيد الإنسان، يعلمه، هو نافع للتعليم، يعلمنا كيف نعيش مع الله وكيف نكون علاقة مع الله ونعيش مع الآخرين، ويعلمنا ماذا يريد من أبناء الله. هو نافع للتوضيح، كلمة الله توضح وتؤلف، نافع للتخويف، يردنا إلى المسار الصحيح، يرجعنا إلى الطريق الصحيح، يعلمنا ما وصايا الله. هو نافع للتعذيب، يؤذبنا وأن الإنسان بلا ميل بلا عين. ربنا يباركك أخت فريال. إلهنا وربنا مخلصنا هو. أمين أمين. ربنا يباركك، مداخلة جميلة. ناخد معانا الأخت مريم، أهلا وسهلا بيك، اتفضلي. أيوة أخت مريم اتفضلي. ألو تعرفين؟ أهلا مساء النور، اتفضلي. بنشكركم جميعا على الحلقة الجميلة دي، وبنشكر الأخ عياد على برنامج كل الكتاب. ربنا يباركك. أنا عندي سؤال، كان في اتهامات للمسيحية عموما إن إحنا عندنا إنجيل خامس يسمى إنجيل برنابا. ما صحة هذه الأقوال؟ تمام. ودايما برضه في اتهامات إن في أفكار محذوفة وفي رسالة يهوذا محذوفة. أيوه. ممكن برضه نعرف إيه الحقيقة في الكلام ده؟ تمام. أمين. شكرا يا أخت مريم، سؤالك وجيه جدا، أتمنى يكون في وقت ونقدر نجاوبه فعلا. طيب ناخد أبو مهند من الأردن. أبو مهند إزاي حضرتك؟ مساء الخير. إزايك يا أبو مهند؟ الحمد لله. تفضل تفضل. لدي ثلاث كلمات إلى أن أسمعها لك. فضل. الكلمة العلو لتقول إن كتابا مقدسا لا يقرأه صاحبه، وأكبر برهان على أنه لا يتغذى منه روحيا. الكلمة الثانية إن الكتاب المقدس هو خبزنا اليومي وليس كعكة لمناسبات خاصة. أيوه. الكلمة الثالثة
الكتاب المقدس هو سجل تعاسة الإنسان المتخبط بالشر والخطيئة، كما أنه علاج الله الكامل لها في المسيح. وشكرا. شكرا لك أبو مهند، تعبيرات جميلة قوي. الأخت نهال من إنجلترا، أنا وسهلا بيكي. سلام ونعم لحضرتك يا أستاذ. أهلا بيكي. الموسوعة الكتابية المتحركة. نشكر ربنا. ربنا يباركك وتعيش وتباركنا بكنوز أجمل وأجمل من الكتاب المقدس. ربنا يبارك. أنا مش قادرة أضيف ولا حاجة بعد الفن الهائل من المعلومات الرائعة دي، لكن نفسي أسأل حضرتك سؤالين بخصوص الموضوع. أي سؤال بخصوص حصة الخلاص اللي حضرتك جبتها، معروف إن الرب يسوع ما نزلش من على الصليب إلا وقال قد أكمل. يعني ما فيش تدخل إنساني من ناحيته في الخلاص، لكن عليا إن أنا أستلم ما قام به الرب من آمن بفمه واعترف بقلبه خلص. صحيح. تفسير الآية بتاعت كملوا خلاصكم. السؤال الثاني، إحنا بنقول إن وحي الكتاب المقدس مش مملة، لكن إليك الله كتبوه القديسين مطلقين من الروح القدس. صحيح. إلى أي مدى تدخلت شخصيات الكتاب في ما كتب الكتاب؟ أي. شكرا أخت نهال، شكرا ليكي، شكرا بيكي. طيب نرجع نجاوب على بعض أسئلة من التليفونات. تحب اتفضل. اتفضل. قبل ما تجاوبني على السؤال اللي انا سالته، يعني اتفضل حسب طيب. وقت حضرتك يعني مثلا انا مش عارف هل هنقدر نجاوب عن الاخت مريم لما كانت بتسال عن انجيل برنابا. طب هو مش بس فين؟ انجيل برنابا، انا عندي اسفار كثيره محذوفه بالظبط كده. عايز في عجاله تحب حضرتك بسرعه. طبعا فضل. يعني خلينا اقول ان هناك ما يسمى بالاسفار الابوكريفه، سواء للعهد القديم او للعهد الجديد. ايوه. والحقيقة الأصفار ديت احنا قلنا او احنا قلنا في قاعدة تفسيرية لفهم اي جزء كتابي. اي القاعدة التفسيرية فهم الآية في ضوء الأصح، لكن كمان عندي قاعدة قانونية علشان اقدر اقرر بها ان كان هذا السفر موحى به ولا لا. اذا كانت هذه الأصفار تشترك معا في خط واحد مع باقي الأصفار، يعني انا مش عايز اتوه حبانا المشاهدين، هقول بس الشرط ده، بمعنى إن لو عندي كل الأصفار بتقول يمين وطالع صفر تاني يقول شمال، تأكد تماما إنه ليس معهم في تناسق، يبقى ده بره الخط خالص. فلو كل الأصفار تقول أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أنه أكمل عمل الفداء، أنه قام، أنه صعد إلى السماء، ويجي صفر يقول لي المسيح مش هو الله، المسيح ما ماتش على الصليب لكن ألقي شبهه على آخر، على طول ده شرط أقدر أقيس بيه إن كان هذا السفر موحى به أو غير موحى به. بالظبط. لما تيجي الأصفار كلها تقول لي إن السماوات ثلاث، وبعد كده ألاقي سفر يقول لي لا ده السماء عندي سبع سماوات، طب هما ثلاثة ولا سبعة؟ إذا كان مش قادر يدخل في هارموني ما بين الأصفار، ده شرط من ضمن الشروط التي أقيس بها إن كان هذا السفر موحى به أو غير موحى به. يبقى خلينا أقول الأصفار التي تتكلم عن شخص المسيح في هارموني مع باقي الأصفار، الكنيسة وعلماء الكتاب المقدس تأكدوا تماما أنها في تضامن مع باقي الأصفار وكانت متضمنة في الكتاب المقدس اللي بين إيدينا. تمام. إنجيل واحد زي إنجيل برنابا ما يدخلش خالص في السكة ديت، يعني هو ليس في تناغم مع الأناجيل الأربعة. الأناجيل الأربعة كلها تقول إن المسيح مات، إنه دفن، إنه قام، إنه صعد. الإنجيل الأربعة يجي إنجيل يقول للمسيح ما ماتش، أمال إيه؟ شبه لهم، ألقى شبهه على آخر. يبقى على طول أعرف إن هذا الإنجيل يقف بعيدا عن قانونية باقي الأصفار. لما يقول لي السماوات سبع، لما يغلط في بعض المناطق الجغرافية داخل فلسطين ويجيب لي مدينة من قلب الأرض يحطها لي على البحر وهكذا زي الناصرة، فأنا خليني أقف عند بعض المعلومات اللي تقول هذا الإنجيل من قبل الرب، من عند الرب أو مش من عند الرب. طبعا وقتنا مش خاص بإنجيل برنابا، ممكن يتعمل له وقت تاني إن شاء الله. لكن أنا بس بقول شرط من ضمن الشروط اللي أطمئن من خلالها إن كان الإنجيل ده موحى به ولا لا، ماذا يقول عن المسيح هذا الإنجيل؟ إنجيل برنابا ينفي لاهوت المسيح وينفي موت وقيامة المسيح، يبقى فين التناغم مع باقي الأصفار؟ مش بس الأناجيل الأربعة، مع كل أصفار الكتاب المقدس. أنا عجبتني، يعني عجبني تعبير حضرتك قلته حقيقي، بتقول هارموني، يعني يكون يعني يبقى روح واحدة يعني. تمام. فالأصفار المعزوفة أو أبو كريفة يعني أو برنابا مش بعيد عن السكة دي خالص.
بعيد بعيد عن السكه دي خالص. طبعا زي ما قلت حضرتك يا خياد محتاجين يمكن حلقه كامله في الحته دي. طيب نيجي للاخت نهال، هي برضو سالت تمام خلاصكم؟ ايوه تمام. تحب تجاوب حضرتك؟ الخلاص خلاص كامل اكمله المسيح على الصليب. ايوه المؤمن يمر بمراحل في الخلاص. عندما اقبل المسيح مخلصا شخصيا اخلص من العقاب الابدي، يعني انا كده جاهز اروح السماء في اللحظه، اليوم تكون معي في الفردوس. ده اللي قاله المسيح لللص، تمام كده؟ اي واحد يؤمن بشخص المسيح وكفارته في نفس اللحظه جاهز يروح السماء، خد خلاصه الابدي. لكن في مرحله من الخلاص اللي هي بتتم في الحاضر، اللي قال عنها الرسول بولس ونحن مخلصون نخلص، او نحن مصالحون نخلص بحياته، دي في البريزنت كونتينيو، دي في المضارع المستمر. هو خلصت ولا بخلص؟ انا خلصت من العقوبه الابديه بقبول كفاره المسيح، لكن بخلص من سياده الخطيه اللي جوايا ومن فخاخ ابليس كل يوم، دي يوميا. فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام جميع الذين يتقدمون به الى الله، دي مستمره. في خلاص نهائي سنحصل عليه عندما ياتي المسيح ويغير الاجساد فيخلصني من جاذبيه الارض وجسد الخطيه اللي هي ننتظر من السماء مخلصا هو الرب يسوع الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، ده الخلاص في مرحلته الاخيره. ايه المقصود بالايه اللي ذكرتها الاخت اللي هي بتقول تمموا خلاصكم بخوف ورعده؟ المعنى المقصود هنا برهنوا عن خلاصكم بخوف ورعدة. زي ما قال بولس بالظبط لبطرس لكي تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، ده مش معناه ان الدعوة والاختيار معرضين يضيعوا، ده بيقول برهن عنهم قدام الناس، انا بقول انا مؤمن انا مخلص، طب اثبت، طب برهن. فعليك ان تكون بخوف ورعدة تبرهن انك مخلص، تمموا خلاصكم لدى الاخرين بخوف ورعدة وسلوك مستقيم لكي ما تظهر فعلا أنك مخلص. أيوة أو مخلص. أيوة أيوة أيوة. فيعني إجابات مريحة جدا حقيقي. لكن هنرجع بقى دلوقتي حضرتك، السؤال اللي أنا سألته قبل التليفونات، كلمة إنجيل، إنجيل الله، إنجيل المسيح، إنجيل بولس كده، إنجيل النعمة، إنجيل السلام، هل يتعارضوا مع معنى كلمة إنجيل إنها بشارة؟ لا إطلاقا، هي بشارة. إحنا قلنا كلمة إنجيل الكلمة اليونانية يعني بشارة. تمام، هي بشارة سارة، مش بس بشارة، بشارة سارة يعني. طب هذه البشارة لها عدة صور، يعني مين اللي أرسلها؟ الله، فبقيت بشارة الله أو إنجيل الله. طيب. يعني ممكن تنفع بشارة الله. مين اللي بشر بيه؟ بولس. يبقى اسمه إيه؟ إنجيل بولس أو بشارة بولس. مش معناه أن بولس عنده الإنجيل بتاعه الشخصي، لكن الذي نادى به بولس، لما أقول دي رسالتي، دي خدمتي، دي عظتي، مش معناه ان هي بتاعتي، لكن الذي قدمها فلان. فبولس اخذ الانجيل من الله وقدمه، الله مصدره، بقى اسمه انجيل الله او بشاره الله. بولس بشر بيه، بقى اسمه انجيل بولس، لما يقول عنه انجيل او بشاره بولس. بشاره النعمه طابعها النعمه مش طابعها الناموس. السلام تنشئ سلام، الانجيل ينشئ سلام، البشاره تنشئ سلام. فإذا ما فيش أي نوع اطلاقا من ما فيش اختلاف. لا طب أخ عياد خليني أسألك كمان سؤال تاني، ايه هو يعني، هل في ايه محوريه يعني نقول دي او نقول الموضوع ده هو لب الانجيل، خليني اقولها لك بالمعنى قلب الانجيل، تمام. هل في حاجه زي كده؟ من هو الرسول الشهير الذي يعني يرجع اليه فضل كبير في تاسيس المسيحيه؟ بولس. طبعا بولس عمل رحلات تبشيريه. طبعا تفتكر بولس هو بيبشر في رحلاته التبشيريه الثلاث كان بيقول ايه؟ هو اللي نطق بيه بولس هو ده الانجيل، لانه بيقول انجيلي. طب يا بولس كنت بتقول ايه؟ تعال اقول لك كان بيقول ايه. هقرا بس قدام المشاهدين في الرحلات التبشيريه الثلاثه. اقرا بس قدام المشاهدين ايه في كورنثوس الاولى 15، وانا بنصح احبائنا المشاهدين لو فاتحين كتبهم يحطوا عليها علامه اسمها الانجيل، ما هو الانجيل الذي كرز به بولس. انا هقراها. قال بولس في كورنثوس الأولى 15، وأعرفكم أيها الإخوة، بيكلم مؤمني كورنثوس، بالإنجيل الذي بشرتكم به. فهو بيقول لهم أنا لما جيت بشرتكم بإيه؟ وقبلتموه، يبقى أنا بشرت بيه وأنتم قبلتموه وتقومون فيه، مش بس قبلتوه، ده أنتم توحدتوا بيه وتقيمون فيه. إيه هو بقى الإنجيل؟ قال وبه تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم. يبقى هنا يدخل على محتوى الكلام، هو قال إيه بالظبط؟ إيه هو الإنجيل؟
إلا إذا كنت قد أمنتم عبثا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. وركز في كلمة قبلته، يعني بولس قابل الإنجيل قبل ما يسلمه. أي. يبقى أكيد أخده من حد، أخده من مين؟ ده اسمه إنجيل الله بقى، قلنا الله مصدره. أي. بولس أخده عشان يسلمه. قول لنا بولس إيه الإنجيل؟ قول لنا بنوده الكلام اللي جاي، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. ثلاث بنود للإنجيل، خلينا نسميهم بنود الإنجيل الثلاثة. أيوه. أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، أنه دفن، أنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. يعني والثلاث بنود دول هم اللي نطق بهم المسيح لما راح لتلميذي عمواس والتلاميذ في العلية في يوم القيامة اللي أنا قلتها من شوية، لما قال لهم شرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب، كتب العهد القديم، وقال لهم إيه؟ أما كان ينبغي أن المسيح يتألم ويدخل إلى مجده، يتألم مات ودفن ويدخل إلى مجده قيامته وصعوده. ده محتوى الإنجيل. إيه هو الإنجيل؟ موت ودفن وقيامة المسيح حسب الكتب. وشوف بقى التناغم، حسب الكتب يعني كتب العهد القديم شرحت والمسيح تمم، فما قام به المسيح تنبأت عنه أسفار العهد القديم، وده التناغم بين العهد القديم والعهد الجديد. طب لو أنا يا أخ عياد، يعني لو أنا شخص بتفرج على حضرتك دلوقتي وبشوفك يعني وبتقول كلام حلو، كلام جميل، كلام مقنع، لو قلت الأخ عياد يعني قل لي كده ببساطة إزاي تخليني أقرأ الكتاب المقدس اللي معاك ده، تقول لي؟ هقول لك على حاجة. في واحد من ماشي في يوم من الأيام من الناس اللي أكلي لحوم البشر، هاي. وبعدين اتقابل مع المسيح وتغيرت حياته وقعد يقرأ في الإنجيل، هاي. مر علي واحد قال له أنت لسه بتقرأ في الكتاب ده؟ أنت لسه مصدق الخرافات اللي في الكتاب ده؟ قال له أنت بتقول عندك خرافات؟ لولا هذا الكتاب لكنت الآن قمت وأكلتك. فهذا الإنجيل غير حياتي. أول حاجة أقدر أتكلم بيها عن هذا الإنجيل أنه يغير الحياة. أنصح أي واحد فكره مشوش يقرأ الإنجيل بحيادية ويرى السلام العميق الذي يحمله هذا الإنجيل. يا ناس، كتاب اللي يقراه يتغير، القاتل يبقى قديس، الزاني يبقى قديس، الحرامي يبقى قديس. كتاب بيغير، كتاب بيملى القلب بالسلام، كيف لا أقرأه؟ جرب كتاب بعدما تفرغ من قراءته تجد نفسك مدفوعا بالخير للآخرين وبالإحسان للآخرين. كتاب يغير الحياة. قال أحدهم عن هذا الكتاب: هو الكتاب الوحيد الذي وأنت تقرأه أنت تقابل كاتبه وجها لوجه. نعم. فوأنت تقرأ هذا الكتاب أنت وجها لوجه مع الله صاحب هذا الكتاب، لذلك فهو كتاب يغير. وإن كنت أخاطب عقل المشاهد بقى، لو هنتكلم عن العقل والمنطق، أيوة. طلع غلطة في هذا الكتاب. الكتاب فيه 10385 نبوة. طلع لنبوات العهد القديم كلها وقول لي دي ما تمتش. ما تمتش إزاي؟ ده في 24 ساعة في أحداث موت المسيح تمت 48 نبوة في منتهى الدقة، صدق نبوات هذا الكتاب. تقول لك ده كتاب إنسان؟ صدق نبوات هذا الكتاب، نبوات لا حصر له. أين سيولد المسيح؟ في بيت اللحم. متى سيولد المسيح؟ كيف سيموت المسيح؟ ما أن عملية الموت في هذا العصر كانت الرجم عند اليهود، لكن المسيح يصلب مش يموت مرجوم، لأن 1500 سنة في تثنية 21 على أيام موسى الرب قال المعلق على خشبة ملعون. المسيح هيجي عشان يموت على خشبة مش عشان يموت مرجوم. صدق نبوات الكتاب التي تمت في المسيح، وبعدما رأى أن كل شيء قد تم، وانت على الصليب بتراقب النبوات ماشية ازاي، لأن هو بيدير الأحداث وهم بيقلعوا عنه الثياب ويقتسموا ثيابه بينهم، مزمور 22، وهم بيسقبوا يديه ورجليه، مزمور 22. يعني النبوات، صدق نبواته تحققت جزء كبير تحقق والباقي سيتحقق قريبا بحصر اللفظ. بعد ما اخد كام تليفون عايز اسال برضه سؤال يا اخ عياد، سؤال بسيط كده. انا اعرف ان يعني لما الواحد يحفظ كتاب ربنا بيبقى احفظه، تقول لي سمعه يعني. طب انا ما عنديش يعني قدره ابدا على 31,000 عدد و300
اللي هم عدد التمرس ان انا احفظها. انا عندي مشكله هنا بس عادة. بعد ما اخد تليفونين تجاوبني. اتفضل. انا شاعر بذنب كده. اتفضل. نفسي احفظهم بس ما هوش هقدر بصراحه. تمام. ممكن؟ ايوه الو، ايوه خشودي اتفضل. ازيك يا استاذ سمير؟ اهلا بحضرتك. بمس على اللقطه يا الظريف. اهلا بحضرتك. سامعك. هي حلقه رائعه وفيها تعليم. اتكلم نقطتين بسرعه خالص. اتفضل. اول نقطه، الانجيل هو بشاره الله، يعني خبر صار، خبر فرح، خبر يشجع من الداخل. ومن متى ومرقس ولوقا ويوحنا كانوا في كل واحد في بلد متفرعه. لكن الاربعه كتبوا زي بعض، كتبوا بالروح القدس بنفس الواحده. وده يعلمنا ايه؟ ان الجميع بنفس واحده، يعني يوم الخمسين النهارده بكره بكام الروح القدس ساكن في قلوبنا يدينا تعليم مقدس. تعليم مرشد يعلمنا طريق الحياه. النقطه الثانيه بعجاله كده، ان لم يكن المسيح قام من الاموات لم يكن في تبشير، ولم يكن في قيامه، لم يكن في حياه. فعشان كده المسيح قام، اقامنا معه ولسنا معه في السماوات، فصار فينا الحياه. ايوه المسيح. وزي ما قال الاخ ظريف، المسيح جه مش عشان يكتب، لكن يكتب عنه. وهو بالروح القدس كل المذكورين بالروح القدس في الكتاب المقدس كتبوا عن انجيل بشاره المسيح. والرب يبارك. رب يباركك يا اخ شهدي، شكرا لاجل المداخله. الو. ايوه اخ صموئيل اتفضل. اه معاك الاخ سمير ومعاك الاخ عياد، احنا مع حضرتك اتفضل. مساء الخير يا اخ سمير. مساء النور، اهلا بيك. مساء الخير للاخ عياد. اهلا بيك. اهلا. سامعك. احنا كل الكتاب يعني الله بيكلمنا من خلال كل الكتاب، وده من الشرح اللي فهمناه من الاخ عياد هو ورفقائه في الكتاب المقدس. الله يتواصل معانا بكلمته في الكتاب المقدس، واحنا نتواصل معاه في الصلاه. تمام. ومعنى كلمه يعني كل كتاب يعني معناها مش كل كتاب الاخ عياد، لا، الاخ عياد يبشر كل الكتاب. تمام. وما جاء في الكتاب. ربنا يباركك يا صمايل، ربنا يباركك. رساله وصلت. نرجع بقى ونقول كده، حفظ الكتاب. ايوه، لاني انا كل ما يعني مثلا الاقي الاخ عياد قاعد قدامي بيسرد لي ايات في روما، روميا 1:13 وراح قايلها، مش الحفظ. طب افترض 31300 عدد. تمام. ونعرف ان يعني لازم نحفظهم ولا نعمل ايه؟ يعني خلينا اقول بركه كبيره ان الذاكره تختزن اقوال الله. طبعا حفظ اقوال الله في الذهن، في الذاكره، بيحفظ الذهن من اي يعني من اي معلومات غلط، من اي افكار غلط، دايما بترددها تسترجعها. جميل. لكن كلمه تحفظ الحقيقه اللي جت في الكتاب ان يحبني احفظ كلامي مثلا، ودي ايه شهيره جت في يوحنا 15، يمكن حضرتك بتعتمد عليها في السؤال، من يحبني يحفظ كلامي. طب لو انا مش قادر احفظ يعني مش بحبه مثلا؟ مثلا. لا الحقيقه الرب ما يقصدش كده خالص. كلمه الحفظ مش بس معناها انك انت تخزن في الذاكره، لكن تحتفظ بها في القلب. معروف يعني انا بقول يعني يا ريت يكون عندي الذاكره التي تستطيع ان تحتفظ في الذاكره بكل اقوال هذه الكتاب. يا ريت. لكن لو ما فيش يا ريت دي بقى، المعنى المقصود هو حفظها في القلب. اللي قال عنها كاتب المزمور: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. اللي قال عنها داود أيضا: عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. يعني تخزين الكلمة في القلب. يعني ممكن أقرأ آية، الآية قصيرة جدا، أو أخد تأملي في شابتر في أصح قصير، بس أتمسك بيه وأخبيه في قلبي وأحترمه وأسترجعه كل شوية، وأنا بخبيه في قلبي بقدره، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. احنا مش بين ايدينا كتاب مطلوب مننا نردد دون ان ندرك. خد بالك، الترديد والحفظ والماراثون انك انت تقرا تنتهي من هذا الكتاب كذا مره في حياتك او في السنه، ده احنا مش في ماراثون، ده امشي سنه سنه، لكن اللي تحفظه تعيشه، واللي تقراه تتامله وتخبيه جوه قلبك. فانا معروف ان الحفظ يعتمد على قدرات ذهنيه، كل واحد مختلف عن التاني.
انا قدراتي الذهنيه اقل من حضرتك، ما اقدرش احفظ. انا شخص تقول لي كلمه انساها بعد شويه، لكن لو عندي كلمتين خبيتهم في قلبي وانا كل يوم بقول يا رب ساعدني اعيش باللي انا قريته القليل ده، هو ده معنى كلمه من يحبني يحفظ كلامي. يعني اذا اعيشه ده كمان قوي، وان كان هناك بركه في اذا كنت قادر احفظ كويس تردد كتير وتحفظ. لكن انا مش بقول للمشاهد انت تدخل في ماراثون تقلب الصفحه من غير ما تبقى اخذت منها حاجه. طب هل في سفر يا اخي عياد مثلا زي شعر كده؟ اصل حفظ الشعر سهل، تمام، عندي خمس اصفار والسجع كده عندي خمس أصفار شعرية يتحفظوا بسهولة؟ فيهم سفر صعب جدا في اللغة وسفر سهل جدا في اللغة. طب لا قول لي السهل ده أعرف أحفظه. صعب يعني جدا في اللغة أيوب، لغته عايزة فك. لا صعب، تمام. أنا قصة أيوب حافظها لكن إيه طب لكن مثلا السهل. أنصح أحبائنا المشاهدين يقرأ سفر الأمثال. ليه؟ سفر الأمثال يتكلم عن الحكمة والأدب، وسفر الأمثال مكتوب بأسلوب شعري لغوي اسمه التماثل والتطابق والتوازي. دي حاجة في الشعر اللي هو يجيب لك العدد من من جزئين، واخد لبالك، يقول جزء والتاني يكمله، جزء والتاني يكمله، أو جزء والتاني عكسه. لما بيتكلم مثلا عن رأس الحكمة مخافة الله، فيتكلم عن الحكمة ويتكلم عن مخافة الله. ميزة سفر الأمثال إنه عباراته قصيرة، الآيات بتاعته قصيرة وثنائيات، كلمتين ورا بعض كلمتين ورا بعض، و30 أصحاح. يعني إيه 30 أصحاح؟ يعني أنا لو هنصح أحبائنا المشاهدين دلوقتي في أوقات الحظر اللي قاعد فيه في البيت، لو عايز تمسك سفر الأمثال وتبتدي يوم واحد في الشهر، النهارده خمسة في الشهر، اقرأ أمثال خمسة، بكرة أمثال ستة، بعده لغاية ما توصل يوم 30 تنتهي من الأمثال، عيده تاني كل شوية، هتاخد كمية حكم حتى لو ما فهمتوش. لا مرة هتفهم، يعني افترض أنا في آية ما فهمتهاش أعمل إيه؟ اللي أنا ما فهمهوش لا أتجاهله، يعني أقراه وابحث عن معناه، وتكرار القراءه مره واثنين. وممكن اسال مش كده اخي عياد؟ عشان كده بقول ابحث عن معناه. ابحث عن معناه ازاي؟ عندي ابلكيشنز لشرح الكتاب، عندي كتب لشرح الكتاب، وعندي خدام اقدر اتصل بيهم، عندي خدام اسالهم. لكن ما عدهوش، لان واحد يقول لك ياه يعني متى واحد كله اسماء، هستفاد من الاسماء؟ لا ده متى واحد مليان غنى، بس تقف عند معاني الاسماء تطلع بايه؟ بنهر من الغنى. طبعا. طب هيجي لك بعد حته، يعني احنا باين لنا تلت ساعه ان شاء الله نقدر ناخد شويه تليفونات، معانا ثلاث تليفونات، المخرج بيقول لي كده، لكن عايز ارجع بعد ما ناخد كام تليفون كده. انا جايب لك شويه مشاكل حضرتك لازم تحلها. اتفضل. اختلافات ماشي، اختلافات ان شاء الله اقولها باللغه العربيه الصح، حاجات مختلفه، حاجات جت هنا ما جاتش هنا، يعني فتساعدني فيها. اتفضل. انا بس هذكر لك واحده وارجع اخد تليفون. ماشي. اتفضل. يعني انا يعني كتبناهم عشان ما ننساهمش. يعني سلسله نسب المسيح في متى يعني مختلفه عن لوقا، ومش موجوده في مرقص ولا يوحنا كده. ده ايه ده؟ دي ورطه. دي ورطه جامده. لا خد تاني بقى، بس ما تعرقش لان ده مهم جدا. شد الحزام. شد الحزام. يعني عايز اقول لك ايه مثلا؟ انجيل يوحنا ما تكلمش عن المعمودية المسيحية ولا عشاء الرب. تمام. مش معنى. تمام. مع ان ذكرت في الثلاثة الباقيين. تمام. مثلا يعني. تمام. كمان. يعني في شوية حاجات كده. طب بس ناخد بس ناخد كام تليفون، ناخد دولة ونرجع عندي شوية حاجات تانية. تمام. يعني. تمام. لأن بنحط ايدينا عليهم ونقول هو في ايه؟ ماشي. طيب الو. الأخت إيفا من أمريكا اتفضلي. الو. أولا احنا بنعتذر ان سايبينك على الخط. اهلا وسهلا بيك اخت ايفا، اتفضلي. اهلا وسهلا بيك اخت ايفا من امريكا، اتفضلي. اهلا وانت طيبه. اتفضلي. خريستوس انستي. خريستوس انستي. خريستوس انستي. امين. اتفضلي. المسيح قام. اتفضلي حضرتك. انا بس كنت عايزه اسمع اياد وحضرتك. هو سامعك. الحاجات اللي بنسمع عنها اليومين دول، العلامه والسيمة اللي هيحطوها والشرايط اللي بيحطوها للناس دلوقتي والرقم 666، عايزين نفهم اكثر عن المواضيع دي. يعني حاضر يا اختي، بس صدقيني فعلا يعني بيعملوا لها حلقه. حاضر. لان الناس متلخبطه وفي حاجات فعلا ابتدت تظهر واحنا مش فاهمين حاجه بصراحه. بس بصراحة أنت يعني أنت جدعة، أنت قلت لنا شوية حاجات، يعني ربنا يبارك حضرتك،
بجد يعني ثانك يو اني قلت لنا لازم نعمل حلقه في المواضيع دي. حاضر، هتكلم انا وخعيات كده ونحكي ان شاء الله. قريب جدا، قريب جدا. اهلا وسهلا بيكي. الو اشرف، اتفضل. ايوه اخ اشرف اتفضل. ايوه مساء الخير. اهلا بيك اتفضل. هو والله كان في طلب، بس طلب توجيه، لان الضغوط والمشاكل فوق الاحتمال ودوامة الحياه بشكل عام، فهي هذه طلب يعني. حاضر. يعني ان شاء الله قبل اخر حلقه بنعمه المسيح الاخ عياد هيرفع طلبة صلاة يعني اكيد. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. ايوه عماد اتفضل. اهلا بيك اخ عماد اتفضل. اهلا بيك، ربنا يباركك وضيفك الاخ عياد، ربنا يبارككم. اهلا بيك وانت كمان اتفضل. اهلا بيك. كلمة الله جميلة، وخبر الاناجيل حاجة حلوة. المسيح جه بحبه واعلنه لكل العالم في الاناجيل اربعة، تقول لنا كلام جميل، والكتاب كله هو كله موحى من الله. كمان في آية جميلة في مزمور 119، لكل كلام رأيت حدا وأن وصيتك واسعة جدا. كلمة الله جميلة، ويا ريت كل النفوس الكتاب ده سمين، كلامه جميل يغير، بس أهم حاجة أثبت عيني على المسيح، لأن هو السر المعلن جوانا إن هو المستحق أن يأخذ النجاة. عشان أعرف كلمة الله وربنا يتعامل معايا من خلال الكلمة، لازم تكذب العين على المسيح والقلب على المسيح، لأن قال يجي يعطيني قلبك فتلاحظ عينيك طرق. ربنا معاكم. شكرا ليك يا أخ عماد، ميرسي قوي يا أخ عماد، شكرا ليك. طيب نيجي نكمل في سلسلة نسأل الحاجتين اللي قلتهم لحضرتك. تمام، خلينا نقول أولا ليه جت في متى ومرقس، متى ولوقا، أيوة، وما جتش في مرقس ويوحنا. أيوة، قبل ما نيجي نتكلم عن المباينات بين السلسلتين في متى وفي لوقا. أيوة، احنا عارفين ان كل، احنا قلنا في أول الحلقة أربع أناجيل، كل إنجيل يقدم المسيح من زاوية. متى يقدم المسيح الملك، مرقس يقدم المسيح العبد الخادم اللي جاي عشان يخدم، لوقا يقدم المسيح الكاهن او ابن الانسان، يوحنا يقدم المسيح ابن الله الظاهر في الجسد. طيب ليه جت في متى وجت في لوقا، ما جتش في مرقس وما جتش في يوحنا؟ جت في متى علشان يبرهن عن احقيه المسيح بالملك لكي يجلس على كرسي داود ابي. يعني هو بيكتب لليهود، انجيل متى مكتوب لليهود، مقدم لليهود، وفي حوالي 60 اقتباس من العهد القديم لليهود، ليبرهن لهم أن المسيا اللي جه هو ده المسيا الملك الموعود به. فعلشان يقول لهم أنه هو ده المسيا الموعود به، عايز يثبت لهم أحقيته في الملك، فجاب لهم سلسلة النسب من يوسف رجوعا إلى داود، فيقول إيه؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. ليه قال داود؟ ليه قال إبراهيم؟ لأن في عهدين في العهد القديم اتوعد بيهم الشعب ما تموش إلا لما يجي المسيح، الوعد الداودي بالعرش، الوعد الإبراهيمي بالأرض والميراث. ربنا كان وعد، عمل عهد مع إبراهيم اسمه العهد الإبراهيمي بالميراث، لك ولنسلك أعطي هذه الأرض، وعهد مع داود بالعرش. انتهت مملكة يهوذا بالسبي البابلي، وبعد كده ما بقاش في ملك في يهوذا، والسبي الأشوري أخذ إسرائيل وما رجعش إلى الآن، ما بقاش في ملك لغاية ما يجي المسيح يكون هو الأحق بكرسي داود أبي. عشان كده كان لازم يجيب لنا سلسلة النسب في متى عشان يقول المسيح هو الوريث الشرعي لكرسي داود أبي. طب ويوسف؟ يوسف ده نجار، يوسف الفقر خلاه نجار، مش قاعد على الكرسي، لكن يأتي المسيح مش ابن يوسف، لكن يأتي المسيح الابن الله. لكن يقول الكتاب ما قالناش مثلا، أرى لك حاجة، يقول لك إيه؟ يقول لك فلان ولد فلان وفلان ولد فلان، لغاية ما جاء عند يوسف قال لك ما قالكش يوسف ولد يسوع، لكن قال لك يوسف رجل مريم التي جاء منها يسوع. يوسف ما يجيبش يسوع، لكن عشان يثبت أن المسيح هو الوريث الشرعي لكرسي داود أبي عمل لنا سلسلة النسب دي. في لوقا هيتكلم عن حاجة تاني، المسيح الكاهن، والكاهن جاء عشان يرث للإنسان، فرجع بسلسلة النسب لغاية ما وصل إلى آدم، لغاية ما قال لك ابن آدم ابن الله. طب هنا بدأ بإبراهيم وداود، هناك بدأ بآدم، لأن في لوقا هيقدم المسيح الإنسان الكامل، أو زي ما قال عنه بولس في رسالة كورنثوس الأولى، الرب من السماء الإنسان الثاني آدم الأخير. يبقى ليه جت في متى؟ علشان يقدم لنا المسيح الوريث الشرعي للملك. ليه جت في لوقا؟ عشان يقدم لنا المسيح الإنسان الثاني الرب من السماء. ليه ما جتش في مرقس؟
أول ما تدخل لمرقس على طول ما تتقابلش مع سلسلة نسب، تتقابل مع خدمة المسيح. و42 مرة تيجي كلمة للوقت في إنجيل مرقس عشان تقول لك ده خدام جاي عشان يخدم، ده عبد جاي عشان ما يضيعش وقت. أنت لما تكون هتشتري عبد عشان يخدم عندك في البيت في البيئة الشرقية دي، يهمك هو ابن مين ابن مين ابن مين ابن مين، ولا يهمك شغله؟ يهمك شغله. فيقدم مرقس لنا المسيح مش باعتباره ابن الله الظاهر في الجسد، لكن يقدم لنا المسيح باعتباره العبد اللي جاي علشان يشتغل. فإنجيل مرقس تخصص في معجزات المسيح، في عمل المسيح. يعني إذن كل واحد فيهم النسب ده كان له علاقة بغرض الإنجيل. بغرض الإنجيل. طب يوحنا هيقدم لنا المسيح باعتباره الله الأزل الأبدي. والله الأزل الأبدي، تجيب له نسب منين؟ ده تجيب له سلسلة نسب منين؟ ده قبل الزمن وبعد الزمن، ده الأزلي الأبدي. فأسقط لنا سلسلة النسب. وحاجة كمان أقولها للمشاهد، أسقط لنا صعود المسيح. صعود المسيح تلاقيه في متى، في مرقس، في لقى، ما تلاقوش في يوحنا. ليه؟ لأن يوحنا بيقدم لنا المسيح الله الأزل الأبدي. هو ما سابش السماء أصلا عشان يصعد، هو موجود في السماء أزلا أبدا. فلما يسقط بعض الحاجات زي كده أعرف هو بيسقطها ليه. فدي سلسلة النسب، اللي جت في متى ليبرهن انه الملك، اللي جت في لوقا يبرهن انه انسان كامل، ما جتش في مرقس لانه بيقدم المسيح كالخادم، ما جتش في يوحنا لانه بيقدم لنا المسيح الذي لا بدات ايام له ولا نهايه حياه. ليه يوحنا ما جابلناش سيره للعشاء؟ ما لا جاب سيره المعموديه ولا جاب ولا العشاء ولا عشاء، لان انجيل يوحنا متخصص في الكلام عن الحياه الابديه. كلمه الحياه الابديه دي بتاع المعموديه ليها علاقه برضه بقبول المسيح. ما ده الخطا يعني. ده الخطا ليه كده؟ لئلا يساء الظن انه بالمعموديه انال الحياه. لا، المعموديه ما تديش حياه، المعموديه لمن نال الحياه. اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب. بالظبط كده، من امن. وانا بتكلم عن معموديه البالغين الذين ياتون من الدوائر الاخرى. ايمان اولا ثم معموديه، انال الحياه ثم اعتمد. لئلا يساء الظن انه بالمعموديه انال الحياه، أسقط الروح القدس الكلام عن المعمودية في هذا الإنجيل. ولئلا يساء الظن بأنه إذا كسرت خبز أو اشتركت في عشاء الرب أو اتناولت زي ما بيتقال في بعض الكنائس أخد حياة أبدية، أسقط الكتاب الكلام عن عن عشاء الرب في إنجيل يوحنا. بس كونه يسقط يعني كونه الحتة دي ما تجيش في إنجيل يوحنا، هل هذا يعني إنها مش مهمة؟ لا تتماشى مع غرض الإنجيل. لا، لسه بنقول اما هذه فكتبت. يعني يوحنا قال لنا في اخر انجيل يوحنا صح 21 غرض كتابه الانجيل، قال لنا يوحنا كتبت انجيل يوحنا ليقول اما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا. يعني ايه لكي تؤمنوا؟ يعني غرض انجيل يوحنا عشان انت تامن ان المسيح هو ابن الله وتكون لك حياه ابديه. فهو مقدم لكي اؤمن فانال حياه ابديه. انا مش هعتمد عشان اخد حياه ابديه، ولا هكسر خبز عشان اخد حياه ابديه. انا اخد حياه ابديه بالايمان، وبعدئذ ياتي كسر الخبز وتاتي او ياتي المعموديه وكسر الخبز. الاناجيل الثانيه اتكلمت عن عشاء الرب، واخد لي بالك، واتكلمت عن المعموديه المسيحيه، لان بعيد عن خط الحياه الابديه. يعني اذا كل انجيل كان ليه خط، تمام، فلو مش ماشي مع خطه واوضح. لا، لحد دلوقتي يقول لي لا حاسب يوحنا 6 الرب قال جسدي ودمي، من يشرب دمي من ياكل جسدي له حياه ابديه. اقول لك يوحنا 6 لا يتكلم عن عشاء الرب، يوحنا 6 يتكلم عن ما سيكون على الصليب في جسد المسيح، انه هيروح للصليب ويموت، وانت لازم تآمن بيه باعتباره ذبيحة انفصل دمه عن جسده عشان تاخد حياة أبدية. لو ما آمنتش بيه باعتباره ذبيحة على الصليب مش هتاخد حياة أبدية. يعني معي شيخ عياد، احنا معنا تليفونين هناخدهم، بس برضو عايز أسأل حضرتك سؤال. بتقول حضرتك لازم أقبله كذبيحة، ومن غير كده ما اخدش حياة أبدية. أنا لو آمنت أن المسيح جه معلم وعمل معجزات وما ماتش وراح السماء، إيماني ده ما يودنيش السماء. ليه؟ ما هو الانجيل الذي كرز به بولس ان يعني المسيح مات ودفن. ان المسيح كويس، شخصيه كويسه يعني. المسيح لم عارف، لو المسيح ما ماتش على الصليب حياته اللي عاشها تدني ما تخلصنيش. ليه؟ لانه هو النموذج الكامل للانسان، فلما انا اتحط جنبه ابقى دون المستوى. لكن لما هو مات على الصليب عشان حياته اللي فيه تتنقل ليا، اسمها الحياه الابديه، فاخد الكمال قدام الله. لولا موت المسيح وذبيحته على الصليب ما انتقلت الحياه الابديه اللي فيه لفيا. لكن لو ما ماتش حياته الدني، عارف الله يوم الدينونه يقول لي ايه؟ اتفضل جبت لك المسطره وانت طلعت دون المستوى. المسيح هو المسطره الكامله. طب بص يا اخ عياد كده،
ماشي؟ ما تبقاش لا كده ولا كده. تمام. كده تقولها حضرتك اني بدون ان انا اقبل مسيح مخلص شخصي ليا ومات على الصليب ودفن وقام مفيش حاجه بدي. لا خلاص بعيدا عن ذبيحه المسيح كدا. اقولها مباشره الانجيل الذي بشر به بولس المؤمنين في كورنثوس قال ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب انه دفن انه قام في اليوم الثالث حسب الكتب موت ودفن وقيامه المسيح يعطي حياه حتى أبدي. انا ذوق مؤدب اخلاق عاليه ولا الهوى ولا الهوى. يعمل لي حاجه ليه كده اطلاقا بس. لانه بموت يعني المسيح لازم موت المسيح اقبله بموت المسيح آه. انا باخد الحياه الابديه انسكبت حياه المسيح بالموت انا باخدها منه عندما اقبل ذبيحه المسيح وبالمناسبه ده كل الكتاب من اوله لاخره بيتكلم عن خط الذبيحه والدم أيوة. فبدون سفك دم لا تحصل مغفره الله ما عملش تمثيليه وجاب لنا المسيح عايش في الارض يعمل معجزات هو المسيح جاي يعمل معجزات هو يعني عشان يعمل معجزات مش كان ممكن يعملها في السماء دون تجسد مين شق البحر الاحمر قدام الشعب مش هو قبل التجسد مين أطفأ قوة النار قدام الفتية الثلاثة مش هو لو يريد أن يعمل معجزات كان يعملها في السماء هو مش جاي الأرض بس عشان يعمل معجزات هو جاي الأرض عشان يموت ويخلص المعجزات اللي عملها عشان تبرهن أنه وصل إلى عالمنا لكنه مش غرضه الأساس أن يعمل معجزات كان ممكن يعملها في السماء ما عملها قبل التجسد طبعا لكن موت ودفن وقيامة, وقيامة المسيح لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا طيب هناخد آخر تليفونين في الحلقة تمام وبنعتذر معلش يا حبائي ربنا يبارككم ألو أيوة أيوة مين معايا أيوة أنا خسريد معاك أنا خسريد فضل أيوة معاي أنا سامعك تفضل أو سامعك لك عايز أهلا بيك أهلا ازيك يا حياة اهلا بيك اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة الرب يباركك مران قاسي مران قاسي الرب يباركك الرب كريم الرب يحفظك اخ حياة انظر لنا نظرة في بيروت انت عارف بيروت الغاليين امين يعني الرب يرفع عننا المعطل ده ونجيلكم حاضر امين حاضر الاخ اسرائيل معاك يا حياة عارفك اهلا وسهلا اخونا الحبيب اسرائيل اهلا بيك الحمد لله على السلامة الرب يحفظك ويباركك اهلا بيك سلامي لكل الحبايب امين يا رب الله يسلمك ربنا يباركك شكرا ليك يا اخ اسرائيل شكرا ليك طيب نكمل معلش نكمل عشان الوقت خلاص تمام احنا توقفنا عند ليه ما جاتش المعموديه في يوحنا؟ ليه ما جاش عشاء الرب؟ بس انا قلت برضو في يوحنا 6 اللي هيرد عليا يقول لي يوحنا 6 بيتكلم عن موت المسيح عن كسر الخبز من ياكل جسد ويشرب دم اقول بس عشان المشاهد يحفظه ثلاث أسباب يقول لي يوحنا 6 لا علاقة له بعشاء الرب السبب الأول هناك فارق جغرافي بين حديث المسيح في يوحنا 6 وحديث المسيح في العلية في أورشليم المسيح في يوحنا 6 كان بيتكلم في كفر نحوم كفر نحوم دي في شمال أرض إسرائيل في الجليل لكن المسيح تكلم عن عشاء الرب في العلية في أورشليم في جنوب أرض إسرائيل ففارق جغرافي بين الحديثين فارق زمني المسيح تكلم في يوحنا 6 في أثناء خدمته لكن تكلم في العلية في الليلة اللي هيتسلم فيها للموت نفهم ده من كلام بولس في كورنثوس الأولى 11 في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وكسر ففارق زمني الفارق الثالث إن في فارق في الحضور نفسهم في العلية الرب صنع العشاء أو أسس العشاء قدام حبايبه التلاميذ شهوة اشتهيت أن أكل الفصح معكم كانوا في العلية أما في يوحنا 6 كان جمهور من اليهود واقفين خطاه لما قال لهم تاكلوا جسد ابن الانسان عثروا بيه وسابوه مشيوا فالرب قال لبطرس عايزين تمشوا معاهم قالوا الى من نذهب يا رب كلام الحياه الابديه عنه يوحنا 6 لا علاقه له بعشاء الرب لكن هو كلام عن ضروره قبول المسيح بالايمان كذبيحه انفصال دمه عن جسده خبز اكله عشان اتوحد بيه هو نفسه هو خبز الله اللي اكله عشان اتوحد بيه طب شيء كويس جدا اجي عشان باين لنا 4 دقائق هناخد حاجة واحدة تانية اتفضل. أنا مع أني جايب كتير لكن معلش ناخد يعني مثلا ليه متى 8 اتكلم عن حادثة المجنونين الاثنين
في كرة الجسيين. تمام. لكن لقى 8 ومرقص 5 ذكر واحد بس. ورطة. ذكر واحد بس. أي واحد اللي هو يقول لك امس غلطة في الكتاب. هم اتنين ولا واحد. وما قالش الجلجسيين، قال الجدريين. طب ايه يعني الفكرة؟ ممكن ناخد دي طبعا عارف. عندنا تاني بس احنا طبعا قلنا حطينا قاعدة يعني. نفهم لمن من الذي وجه اليه كاتب الانجيل الانجيل. متى يكتب لليهود. اليهود عندهم قاعدة في الشريعة زمان ما تقبلش اي شهادة الا على فم شاهدين او ثلاثة. تيجي تقول لي انا شوف لازم يكون حد معاك عشان طيب متى هيكتب لليهود؟ هو ربنا شفى مجنونين ولا مجنون؟ لا هما اتنين. ماشي. بس ليه متى يذكر الاتنين؟ مرقس ما يذكرش غير واحد، لان متى بيكتب لليهود اللي لازم تكون الشهادة على فم شاهدين، فتلاقيه دايما يتقول ايه؟ يقول المجنونين، ولما يتكلم عن الاعميين يقول الاعميين، معني بقى الاناجيل تجيب واحد من الاتنين. فهما اتنين. متى كتب لليهود؟ فجاب العدد اللي لازم اليهود يقبلوا الشهادة عليه على فهم شهادين. متى كتب الجرجسيين؟ مرقس ولوقا كتب الجدريين. هو كان في الجرجسيين ولا في الجدريين؟ الجرجسيين منطقة أصغر والمقاطعة الكبرى اسمها الجدريين. طب مين اللي يعرف تفاصيل البلاد اليهودية اللي هي القرى والعزب والنجوع؟ اليهود. فمتى هو بيكتب لليهود يقول لهم الجرجسيين اسم القرية الصغيرة التي تقع في مقاطعة الجدريين، لأنه عارف ان هم عارفينها كويس، قال لهم دي بلد صغيرة مع فارسناها. يعني عارف زي ما انا من المنيا. فتيجي تقول لي انت منين؟ اقول لك من المنيا. لكن لو انا من قرية تبع قرية تبع قرية وتقول لي منين؟ هقول لك انا من المنيا. انت حضرتك مش عارف المنيا القرى. لكن لو انت منياوي زي هقول لك انا من ملاوي، بس هقول لك من قرية كذا في ملاوي. فمتى كتب لليهود الجرجسيين اسم القرية الصغيرة؟ لكن لأن مرقس يكتب إلى الرومان اللي ما يعرفوش تفاصيل كل الأرض اليهودية، فجاب لهم المقاطعة الأكبر اللي هي الجدريين. فهي جرجسيين ولا جدريين؟ هي الاثنين. طب هم اتنين ولا واحد؟ هم اتنين، والرب الرب شاف اتنين. متى ركز على الاثنين؟ لكن مرقس ولوقا ركزوا على واحد. وذكر الجزئي لا ينفي حدوث الكل. يعني ممكن أقابلك وأقول أنا قابلت الأخ سمير. أيوة. وممكن تكون قابلت الأخ سمير وفلان، بس أنا قابلت الأخ سمير. طب أنا هقف هنا على الأسئلة وهسأل سؤال تاني. اتفضل. ماشي. يعني نفسي أسأله وبقى لنا 4 دقايق. اتفضل. هتسيب لي لازم بقى 3 دقايق. المخرج بيقول لي 3. اتفضل. هتسيب لي بس لازم دقيقة ونص في الآخر. اتفضل. ماشي. اتفضل. طيب الأخ عياد ظريف، إمتى بدأت تقرأ كتاب مقدس؟ من زمان يعني. انا امتى؟ يمكن من 7 سنين، وانا سني 7 سنين 8 سنين. من وانت 8 سنين بدأت تقرا الكتاب. طب انا كان ليا جده بتحب الكتاب، اتربيت معاها يعني، كانت دايما ماسكه الكتاب رايحه جايه عليه، وهي نظرها ضعيف وتقرب الكتاب منها، فانا اتعودت ان انا اقرا الكتاب وانا لسه بتعلم القرايه والكتابه. بابا راح السماء وانا سني 9 شهور، وكان بيخدم الرب بيتجول في بعض البلاد، فساب لي المكتبه بتاعته. فانا لما طلعت ما شفتش بابا، لكن لقيت كتب بابا. فافتكر ان اول كتاب قريته كان عنده كتاب اسمه تفسير روميا، تفسير حزقيال، الكتب بتاعته ما كنتش افهم منها حاجه، لكن بدات اقراها، فبقى عندي نوع من الشغف لقرايه كلمه الله، لغاية ما اتربيت في كنيسة محترمة بتعلم الكتاب، حببوني في الكتاب، والرب حط في سكتي اللي بيساعدني لفهم الكتاب. انت سعيد بكده؟ طبعا، استثمار الحياة. انا هذا هو استثمار الحياة. مجد للرب. اخ عياد ربنا يبارك حضرتك. شكرا. حي وقت جميل قوي. ربي يباركك. وعايزين نشوفك تاني. بنعمة الرب. اكيد السادة المشاهدين هيوافقوا معايا. عندنا انجيل برنابة واصفار معزوفة وعندنا بانوراما. الكتاب المقدس ما خدناهاش. عجيبا. نتقابل مرات تانية. انا عارف المنيا وصعب السواقه، لكن هنشوفك تاني يعني. الرب يرتب. وانا سعيد خالص، واشكرك كتير، واشكر الرب، واشكر احبائنا المشاهدين. شكرا. شكرا خيال. اعزائي المشاهدين الكرام، اشكركم جدا لحسن متابعتكم. ربنا يبارككم بجد، بركه جميله قوي. الحلقه دي هتتعاد الساعه 12 الظهر أو ظهرا بكرة إن شاء الله على قناة الكرمة 1. لو أي سؤال نفسك تسأله والأخ عزريف تحب أنه يجاوبك عليه، الفيسبوك ابعتهن، وبأمانة فريق المتابعة هيوصلوا الأخ عياد. وربنا يبارككم بجد، بركة جميلة قوي. نحب نسمع منكم، ونحب يعني بالمناسبة
انا بشكرك جدا لاجل كل بيتصلوا بينا ويتواصلوا معانا ويبعتوا لنا رسائل، وبجد مشجعه جدا، ربنا يبارككم. اقول لكم كمان نتقابل معاكم يوم الخميس الجاي الساعه 10 مساء مع جي وقتك، وعندنا يعني ضيوف مباركين جدا. اشكركم مره تانية، ربي يبارككم، واقول لكم الصبح على خير. وانا بسيبكم النهارده، انا متاكد تماما ان ربنا يتمجد في حياتنا، والى ان اراكم في حلقه جديده من جواتك، اترككم في رعايه الله.